يعني عايز اقول مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها، لكن مناعه الدوله المصريه، شوفوا توقفوا جدا امام ال10 ايام اللي فاتوا، امام ال10 ايام اللي فاتوا، وشوفوا عملوا. يعني في ناس يقول لك لا احنا متاكدين احنا واثقين، شوفوا دي انتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجه، دي انتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجه. هقول تاني، دي انتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجه. ده مش عتاب، والله ما عتاب، بس يعني بدردش بقى، ما انتوا هاخد حقي يعني. هاخد حقي. بقى ابن مصر اللي في 3/7 يقف ويقدم نفسه وجيش وأولاده ويمكن أحفاده. تعملوا في كده؟ ربنا يحفظ حضرتك ويحفظهم يا ريس. لا صحيح، صحيح كده، انتوا اللي توزعوا. لا يا اخي ما تسيبوني بقى بقول اخد حقي. انا على كل حال انا قصدت بالكلمه ديت مش انا، هي مصر. خايفين من التنظيمات؟ ليكوا حق. الارهاب؟ ليكوا حق. الدول تخش في بلدكم؟ ليكوا حق. من اي مشكله اخرى؟ ليكوا كل الحق. بس انتم صمام الامان لمصر شعبها. بايه؟ محدش يلخبطكم يعني. محدش يلخبطكم يعني. وانا قلت كلمه مهمه بقى، يعني يجي اليوم اللي يقعد يقول ده انا والله في فواتير بأكلي وفي فواتير بشربي، يجي اليوم اللي يبقى كده. أنا عملتها عشان كده، عشان خاطركم. قلتها عشان خاطركم، لأن يهمني إن أنتم تفضلوا ثابتين. فالإرهاب قضية هتفضل معانا سنين طويلة، لكن القضية دي طول ما شعب مصر، يعني أنتم عايزين الجيش والشرطة يبقوا بيقدموا نفسهم وبيقدموا حياتهم وحياة أبنائهم، والضباط تبقى شايفة إنها بتتهم إن هم ده كلام. لأ لأ يا جماعة، ده اللي فات ده كان صعب قوي. اللي فات ده والله كان صعب قوي قوي قوي، بس احنا ما بنتهزش. والله. طب ليه ما بنتهزش بس؟ اول حاجه لان احنا معانا ربنا. المفسدين ربنا مش معاهم، المصلحين ربنا معاهم، واحنا ان شاء الله بنحاول نصلح يعني، فمش قلقانين من حاجه. لكن انا اقصد اقول اللي سال السؤال ده، احنا مش عايزين نفضل نسأل الأسئلة ونتكلم. الموضوع ده أنا قلته 100 مرة، قلت فكرة التماسك وإن الدولة تبقى بشعبها كده، هي ومؤسساتها كده، مع الإعلام، مع القضاء، مع الجيش، مع الشرطة. أنت بتنخر في مين؟ أنت بتنخر في مين؟ أنت بتنخر في نفسك لما النهاردة تضعف مؤسسة، انت بتضعف نفسك، لان هي مصر هي عباره عن محصله مؤسساتها. التعليم مؤسسه، والقضاء مؤسسه، والدستور مؤسسه، والجيش مؤسسه، والشرطه مؤسسه، والرئاسه مؤسسه. كل ما يكونوا اقوياء كل ما تبقى دوله قويه.